حذر اتحاد يونيون البريطاني من تفاقر أزمة في صناعة الصلب بعد خفض الدعم بميزانية المملكة المتحدة. وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلى الرسالة التي وجهها الاتحاد إلى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، يقول فيها إن فشل الحكومة في دعم صناعة الصلب المتعثرة بالمملكة خلال ميزانية الأسبوع الماضي قد عرض الآلاف من الوظائف للخطر. كما أعرب الاتحاد عن خيبة أمله بسبب عدم إعلان الحكومة عن أي خطط من شأنها التصدي للتهديدات الخطيرة التي تواجه هذا القطاع. وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تخصيص حزمة تمويلات جديدة بقيمة 320 مليون دولار في إطار التزام الصندوق بتنفيذ خطته للعمل المناخي وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ. وشملت التمويلات قرضا إلى كولومبيا بقيمة 150 مليون دولار لدعم قدرة الحكومة على التخطيط للعمل المناخي وتعزيز انتقال الطاقة، إلى جانب قرض آخر بقيمة 20 مليون دولار إلى لتعزيز الإصلاحات المتعلقة بالمناخ وأنظمة صيد الأسماك، وقرض إلى الهند بقيمة 100 مليون دولار. خفض واضع الاستراتيجيات في مجموعة جولدمان ساكس توصياتهم بشأن ديون البنوك الأوروبية، مشيرين إلى الافتقار للوضوح حيال كريديت سويس والضغوط التي يتعرض لها المقرضون في المنطقة. فيما تراجعت سندات كريديت سويس وقيمته السوقية الأسبوع الجاري مع تفجر أزمة ثقة في البنك السويسري. قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني تشوان نينغ إن التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها أثار خطيرة على الاستقرار المالي، مستشهدا بما حدث لبنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان البنك الأمريكي قد أعلن إفلاسه الأسبوع الماضي ثم تبعه انهيار لسيجنيتشر بنك، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري لإنقاذ ودائع العملاء بحد أقصى وصل إلى 250 ألف دولار. قامت مجموعة جولدمان ساكس بخفض توقعاتها لأسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي واحتمالية حدوث ركود تفوق زيادة الطلب من الصين. ويتوقع محلل البنك وصول خام برنت إلى 94 دولارا للبرميل للأشهر 12 المقبلة و97 دولارا للبرميل في النصف الثاني من عام 2024 مقابل توقعات سابقة بوصول الخام إلى 100 دولار للبرميل. تظاهر آلاف من العاملين في القطاعين العام والخاص في البرتغال مطالبين بزيادة الأجور واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتأتي تظاهرة بدعوة من الاتحاد العام للعمال البرتغاليين. وأكد المحتجون أثناء سير المظاهرة في الشارع الرئيسي بالعاصمة البرتغالية لشبونة أن تكلفة المعيشة أصبحت لا تطاق، وأنه من غير المقبول أن تكون موظفا وفقيرا. مشاهدينا، ختام هذه النافذة الاقتصادية. الآن نعود مجددا للزميل هشام لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. تفضل هشام. بشكرك شكرا جزيلا جاكلين.